احتضنت مملكة البحرين ندوة من تنظيم المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية بهدف التعريف بأنشطة المركز وجهوده في مجال توفير الوسائل التعليمية باللغة العربية، وذلك برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. ندوة تعريفية سلطت الضوء على الدور البارز الذي يقوم به المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية في مجال توفير الوسائل العلمية لتعليم الطب والعلوم الصحية في الوطن العربي بلغتنا العربية، تعزيزاً لدور لغتنا الأم في نشر العلوم والمعارف في مختلف المجالات ومنها مجال العلوم الطبية، ليكون حاضرنا امتداداً مجيداً لماضينا الزاهر في هذا المجال، بما يسهم في إثراء خبرات كوادر مملكة البحرين العاملة في مجال تعليم المناهج باللغة العربية. هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام وزارة التربية والتعليم باللغة العربية، خصوصا وهي تشكل لغة مهمة جدا، لغة القرآن الكريم، وكذلك تجسد المراحل الحضارية الكبيرة للحضارة العربية الإسلامية. في المجال الطبي أيضا هناك مخطوطات نادرة وهناك إبداعات لهذه الحضارة في شتى النواحي الطب، وأيضا كل ما له علاقة بالجانب العلمي. مثل هذا اللقاء يتيح فرصة لزملائي المعلمين والمعلمات وكذلك أخصائيين المناهج لكي يستفيدوا من المعلومات المتاحة، وبالتالي نقلها إلى الكتب الدراسية في مختلف المراحل التعليمية. لقاء متخصص بحث فيه المشاركون سبل تزويد المناهج الدراسية في البحرين بمعلومات حديثة ومتطورة عن تلك الإنجازات التي تحققت خلال مختلف العقود. هذا المركز يعني أولا نشر التراث العلمي العربي باللغة العربية، ثم ترجمة أمهات الكتب الأجنبية التي تصدر في العالم في مجال الطب والعلوم الصحية بشكل عام، وأيضا له دور ثاني وهو تأليف كتب منهجية وتأليف كتب ثقافية يستفيد منها القارئ حتى غير المتخصص. لماذا تم اختيار البحرين؟ مجلس الأمناء في المركز اقترح توصية، والتوصية هذه بدأنا في تنفيذها، وهو عقد اجتماعات دورية للتعريف بهذا المركز من خلال ندوة ومعرض الكتب ومن خلال محاضرة تبين أهمية هذا المركز. تأتي هذه الندوة تحقيقا لتوصية مجلس أمناء المركز بهدف التعريف بأهداف المركز ومنجزاته وبيان أهمية تأليف كتب العلوم الصحية باللغة العربية وترجمة العلوم الطبية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية لمواكبة التقدم في مجال الطب، ليكون الطبيب العربي متابعاً لتلك العلوم بلغته العربية. يأتي هذا اللقاء التعريفي ليؤكد على أهمية دعم اللغة العربية من خلال التأليف والترجمة بمجال الطب والعلوم الصحية، تأكيداً لأهداف المركز واتجاهاته نحو معالجة الفجوة لاقتراب التعبير ونقل الحالة الصحية بين الطبيب والمريض. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.